تعليقكم سريعا على فوز نادي الهلال ببطولة آسيا. طبعا نادي الهلال قدم مباراة ممتازة امبارح قدام بوهانج، والهدف الأول بصراحة بعد تقريبا أقل من 20 ثانية. الأجواء فرقة بصراحة فرقة قوية جدا، طبعا دخول ماريجا معاهم طبعا مهاجم بورتو السابق، و يعني ثنائية ماريجا مع جوميز حاجة مرعبة بصراحة. ألف مبروك لنادي الهلال، واحنا مبسوطين النادي الهلال هيبقى برفقة النادي الأهلي في مونديال الأندية في الإمارات، مع طبعا نادي الجزيرة الإماراتي اللي هو مستضيف البطولة بصفته بطل الدوري، فبطولة ذات نكهة عربية لطيفة جدا جدا. ننتظر القرعة، ومش عارف والله يعني نبعد عن مين ولا مين. ربنا يستر. النادي الاهلي قادر، احنا انت عندك سكواد قوي برضو. طب لما يجي وقت كاس العالم نبقى نتكلم عنه، وكاس العالم غالبا هيكون بعد نهايه نقاط ضعف الهلال ونقاط ضعف تشيلسي. هتقول نقاط ضعف تشيلسي؟ هتقولها؟ تشيلسي لسه كسبان يوفنتوس 4-0، نعمل لهم حلقه نقاط ضعف تشيلسي. هندور عليها فين؟ مش عارف. هنلاقي يا كابتن. برايك بفوز الهلال ايه؟ لا طبعا البطوله السنه دي هتبقى اصعب من السنه اللي فاتت. يعني كاس العالم للانديه السنه دي لازم استعداد اقوى ان شاء الله. لازم نخلي بالنا برضو بصراحه، يعني ما فيش فريق فيهم ضعيف، يمكن يعني حتى مونتيري المكسيكي مع خافير اجيري مدرب منتخب مصر بيدربهم عارف الكره المصريه، ما فيش فريق ضعيف في كاس العالم للانديه. طبعا كلهم ابطال قارات، حتى الجزيره الاماراتي فريق ماشي كويس برضو في الامارات. يعني البطوله السنه دي الهلال السعودي لما بياخد دوري ابطال اسيا، الهلال السعودي بالامكانيات الموجوده جوميز وسالم الدوسري واخد افضل لاعب في دوري ابطال اسيا، وموسى ماريجا وبريرا الاربعه اللي قدام والتشكيله اللي قدام، وفي هيبقى في كوكبه كده من المدارس المدربين يعني. فان شاء الله القرعه كمان هتبقى يوم الاثنين 29 نوفمبر، قرعه الاثنين الجاي يعني، ولسه في نهائي كوبا ليبرتادوريس يوم السبت ما بين بالميراس وما بين فلامينجو. ايوه ديربي كلاسيكو يعني في البرازيل، هيبقى قوي جدا. فبسم الله ما شاء الله قدامنا هي حتى الفرق كلها اللي صعدت لسه، بس اللي هو الفايز ما بين بالميراس وما بين فلامينجو، تشيلسي والنادي الاهلي والجزيره الاماراتي واوكلاند سيتي ومونتيري المكسيكي والهلال السعودي. فبالتاكيد لا بطوله هتبقى يعني، طبعا النادي الاهلي دايما بيشرف مصر. خلينا نتكلم ان النادي الاهلي بيشرف مصر دايما في المحافل ديت، واصلا مجرد برضو وجودك شرف مع افريقيا كلها كمان، شرف افريقيا طبعا، ومجرد وجوده برضو في المحافل دي حاجه بصراحه فخر لمصر وفخر للعرب وافريقيا بالتاكيد. في حاجات احنا بس ممكن نتكلم عنها. يعني احنا بس اللي هو خبر يخص جمهور النادي الاهلي، خبر يخص جمهور الاهلي بس، يعني احنا بس نقدر نتكلم عنها ونتكلم وممكن نتفشخر كمان. لكن هو خبر يخص فعلا جمهور النادي الاهلي بس. طيب